طالب المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبر بتحقيق دولي مشترك مع السلطات الليبية في واقعة تصفية 12 من سجناء رويمي الجمعة الماضية. ووفقا لبيان نشرته بعثة الأمم المتحدة الاثنين، فإن كوبلر يحث السلطات الليبية ذات الصلة على بدء تحقيق وطني دولي مشترك على أن تتم متابعة تطوراته عن كثب. للمزيد زوروا موقعنا الوسط.ly.